عسلامة. عسلامة. منين جيت؟ من مهدية. جيت من مهدية القنطاوي، كي نقولوا قنطاوي نقولوا الشيخة والجو. صحيح. صحيح؟ جو. علاش جيت؟ خاطر جو الشيخة سهريات. خير من المهدية، فما خروج، فما وين تمشي. هكاو؟ فما سهريات. فما. السهريات حضر من 10 متاع الليل، شو عملنا؟ بعد نروحوا، واش عنا ما نعملوا؟ هكاو واش عنا ما نعملوا؟ أكثر موقف صار لك ما تنساهوش عمرك الكل. والله لا نعرف، هكا حتى بالعربي ما نجمش نحكي راهو. بارك الله عليك، محليك لبسة فروج ومشمومة كي وفرحين بيك. تو البروجرام كيفاه؟ اي تو باش نجيب في بنت عمي من مطار ونستية. كاو ما حتى جو. ما تروحوا. هكاو. هذاك هو. أول مرة تاخذ الكاميرا؟ اي أول مرة. منين جيت؟ من فرنسا. اي. معناتها أنت المقيمين نتاعنا بالخارج، الجالية نتاعنا بالخارج، كي جيت هوني كيفاش لقيت الجو؟ خير من فرنسا أول حاجة. اي. خير من فرنسا. خير في الجو نحكي لك. اي خير. خير من فرنسا بالطبيعة. شنو خير؟ نعرفش فامي كل جو نخرجوا مع بعضنا البحر كل. عسلامة. منين جيت؟ جرومبالي. كي نقولوا الجو، كي نقولوا السهريات، كي نقولوا الشيخة، نقولوا قنطاوي عليه. والله ما نعرف، مانيش من سوسة انا خويا. علاه جاي القنطاوي؟ جاي نحوس. فيها جو صحيح. هذا هو السؤال نتاعي، أنت جيت جوهرت الساحل، جيت القنطاوي، تفركس على شنو بيناتي؟ جو ولا الشيخ. شيخين؟ شيخين الحمد لله. جوك على جو. ولا أحلى جو. أما برجولية العاصمة وحده. ولا. كيفاه؟ على الجو كل شيء، أنت عجبني العاصمة خير. قمرت لا كل شيء غادي على ماخ. قمرت خير من قنطاوي؟ خير بألف مرة. عسلام. سلام. وجاوك بيه؟ الحمد لله. مين جاي؟ من صفاقس. صفاقس وناس صفاقس. أحلى ناس صفاقس. كي نقولوا قنطاوي نقولوا برشا جو، نقولوا برشا شيخة، نقولوا عالم آخر. إيش نقولوا؟ نقولوا برشا جو؟ إي برشا جو. فما جو. على الآخر. جيتوني شنو عائلة؟ أي عائلة أهما. مش عندي فاكونس هوني؟ تنجم تقول أي. من بعد غدوة مروحين. كيفاش سوسة كيفاش؟ سمحة شنو سوسة كيفاش؟ على الآخر. هاي جوهرت الساحل هذه ما قلتيش، سوسة جوهرت الساحل. قلت أنت. وأنا جواهر راهو، فهمتي؟ أنا الجوهرة نتاعها. أنت هي الجوهرة نتاع الساحل. الجوهرة نتاع سوسة. يلا بيسير سي جابة دوزك. تنجم تقولي الوقت توا قداه؟ أي هذا اللي بيك؟ 9:30. 9:30. كنا في القائلة. قائلة بركة. والله انا صفاقس لين الخساره. لا والله لا علاش لين الخساره هيك باش رمزينا صفاقس عليه مش بلاد الثقافه بلاد الحضاره برشا حاجات فيها صفاقس لين الخساره بالعكس.